بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دلوقتي بعد ما عرفنا أهمية الخوارزميات وطرق قياس الرننج تايم بتاع الألجوريزم بتاعنا، عايزين نشوف شوية تكنيكس للحل وطرق مشهورة بتخلي الحل أسرع وأسهل، أو يعني إيه بتبقى طريقة بوبيلر كده في دماغك. أول ما تقابل مشكلة جديدة بتحاول تعمل تكنيك قريب من التكنيكس اللي إحنا هناخدها ديت. فإحنا عندنا 3 تكنيكس هنركز عليهم، ولو في زيادة ممكن بنقولهم، بس في 3 أساسيين هنشرحهم إن شاء الله. يبقى إحنا عندنا 3 تكنيكس، التلاتة دول واحد اسمه جريدي ألجوريزمس، تمام، والتاني اسمه ديفايد أند كونكور، ديفايد أند كونكور أند كونكور، والتالت اسمه دايناميك بروجرامينج، تمام، دايناميك بروجرامينج. التلاتة دول يعني ايه طرق حل عامة كده هنستخدمهم، بحيث ان احنا نفهم يعني ايه لما تقابلنا مشكلة ممكن نحاول نحلها بطريقة ما نفعتش بطريقة تانية، وهكذا من ضمن الـ3 طرق دول، تمام. فتعالوا نشوف بداية كده، نبتدي بالجريدي ألجوريزمس ونشوف فكرتها ونشوف هي عاملة ازاي، تمام. طيب بالنسبة للجريدي ألجوريزمس، عشان نشرح فكرتها هنبدأ الأول بمثال. المثال الأولاني معانا بيقول لك لو أنت في انترفيو وطالبين منك إنك معاك الأرقام ديت، ومطلوب منك إنك تحسب أعلى، يعني إنك تختار الراتب بتاعك من الأرقام دي، ترص الأرقام دي بحيث إنك تطلع الراتب بتاعك، هتعمل إيه؟ منطقيا هتختار أكبر رقم تحطه على الشمال، وهكذا وهكذا وهكذا. يعني أنت تشتغل إزاي؟ خلينا نشوف. نعم، آدي مجموعة الأرقام اللي هم ادوها لك، وقالوا لك رص بقى الأرقام بتاعتك، فأنت هتعمل إيه؟ أنت هتاخد أكبر رقم اللي هو 9 تحطه على الشمال، تاني أكبر رقم 9 تحطه على الشمال، وتشيله من هنا وتشيله من هنا، وبعد كده الرقم اللي بعديه 7 وتشيله من الأري دي وتحطه في الأري دي، وتشيل بعد كده 5 من الأري دي وتحطهم في الأري دي، والتلاتة، وبعد كده الواحد، تمام. فأنت بتعمل إيه؟ أنت بتاخد أكبر رقم في مجموعة الأرقام اللي معاك. يعني أنت دلوقتي شغال إزاي؟ بتجيب أكبر رقم في مجموعة الأرقام اللي معاك، بعد كده بتحطه في الأري الجديدة، بعد كده بتمسحه من الأري القديمة، وهكذا وهكذا وهكذا. فمثلا بعد أول خطوة هتبقى المنظر عندك عامل كده. هتفضل تكرر العملية دي لحد ما توصل لإنك إيه وصلت لأكبر رقم ممكن. هناخد بالنا من حاجة، إن أنت بعد الخطوة الأولانية فأنت فاضل لك أري برضه، واعتمد على نفس العملية الأولانية. يعني دي 9 دي خلاص ماشي، نفكنا منها كده. لو افترضنا إن إحنا عندنا مجموعة الأرقام دي بس اللي إحنا هنرصها، الأرقام دي فهتطلع لك 9 7 5 3 1، تمام، نفس العملية، نفس العملية تمت على الأرقام دي. طيب بعد خطوة كمان برضو، سوري، بعد خطوة كمان وهكذا، نستمر على هذه العملية. عادي مثلا لحد ما نوصل لبعد 3 خطوات، فاضل لنا 3 أرقام هنختار 531. يعني دي في حد ذاتها لو نفس المشكلة، هي نفس المشكلة بالظبط بس أصغر، تمام. فهذه الفكرة أساسا من الجريدي ألجوريزم، وهنشوفها تفصيلتها بالظبط قدام إن شاء الله، تمام. فإحنا كده شرحنا أول فكرة معانا في الجريدي ألجوريزمس، اللي هي إنك تطلع أكبر رقم ممكن من مجموعة أرقام جيفن معاك، ووصلنا إنك بتعمل إيه؟ بتجيب الأكبر رقم وبعد كده تحطه في الأريه الجديدة اللي أنت عايز تطلع بيها أكبر رقم ممكن، وتمسحه من الأريه القديمة، وهكذا لحد ما توصل لإيه؟ لأكبر مجموعة، أكبر رقم ممكن إيه تكونه من مجموعة الأرقام دي، بس كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية
الحلقة ديت، وإن شاء الله نشوفكم في المرة الجاية مع مثال تاني يوضح لنا أكتر يعني إيه جريدي ألجوريزمز وهكذا إن شاء الله. ماشي، نشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.